عبد الرحمن الإجباري، رئيس مصلحة المخيمات بوزارة الشباب والرياضة. البرنامج الوطني للتدخين كما هو كيعرف كل الجميع، سواء الإعلامي أو الأسرة أو الطفل أو المستبدل، هو برنامج حكومي سنوي يحظى كل سنة بالرعاية التامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإيداده. هذا البرنامج اللي كترموا منه الجامعة وزارة الشباب والرياضة بنعاية الجامعة للتدخين، أنها يستفدوا منه الطفولة واليافعين والشباب على حد الإنسان. هذه السنة هذه نراعي في محضر الصيف إن شاء الله أن يعني نقيسوا استفادة 150 ألف طفل من أطفال تراوح الأعمار ديالهم بين 7 سنوات إلى 15 سنة، وكذلك اليافع اللي من 18 من أقل من 18 سنة، ثم كذلك الشباب. ملي كنقول الشباب هو الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 سنة. فالجامعة وبمعية الوزارة أطلقت العرض الوطني للتخييم في نهاية يناير، استفدوا منه الخارطة تقريبا مجتمع مدني نسيج معه مهتم بالتخييم نشيط على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني يعني بشكل كبير جدا. ملي كنعطي أرقام هي تتحدث وهي اللي كتعطي الصورة الحقيقية للمجتمع المدني المهتم. فعلى المستوى المحلي عندنا أكثر من 352 جمعية محلية، وهنا غادي نبدا إن شاء الله نحيي راسي على التدبير الجهوي للمشروع. كذلك عندنا جمعيات متعددة وطنية وجهوية أكثر من 80 هيئة، ويتبعها وينشطها أكثر من 2250 فرع تربوي نشيط بالدائرة الترابية لكل جمعية. فهذا الحضور الجمعوي كيعكس الاهتمام أولا بالطفل، اهتمام بالرأسمال البشري اللي هو الرهان ديال الأمة المستقبل ديالها اللي هو الطفولة المغربية واليافع، وهو جزء كذلك من تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في حق الترفيه والحق التنشئة والتكوين إلى غير ذلك. الميزات ديال هذا الموسم كذلك أنه الوزارة عملت على تحديث المنظومة. ملي كنقول تحديث المنظومة، أولا بداية من الشق القانوني، لأن هناك الآن المشروع ديال تنظيم نشاط التخييم مشروع مرسوم اللي بمعية الجامعة تم الإعداد ديالو، هو الآن في الأمانة العامة للحكومة بصدد إن شاء الله الإحالة على الهيئات المختصة من أجل الدراسة والبدء بشكل نهائي. ثم كذلك على مستوى البنية التحتية كان العمل يعني إحداث بعض الفضاءات كبريش أقوى البريش 360 مستفيد. كذلك عملنا على تأهيل البنيات التحتية باش تكون ذات جودة خدمات، ثم كذلك فضاءات لتكون ملائمة لاستقبال الأطفال واليافعين في ظروف جيدة وملائمة. كذلك عملنا على بإعداد صفقات تجهيزات على مستوى الخيام، على مستوى التجهيزات الملائمة من المراكز. كما كتعرفوا المنطقة ديال الشرقية استفدت من المخيم الصحية بتحديد تجهيزات المراكز، كذلك الوسائل البيداغوجية إلى غير ذلك. الوزارة في هذا الإطار دائما في إطار الصفقات التقليدية أنها عملت على إطلاق صفقات تأمين بخدمات متميزة وعميقة تهم الصحة والسلامة ديال الطفل المستفيد. وهذا اللي كنقول التأمين هو يؤمن الطفل والمستفيد ابتداء من خروجه من منزله إلى حين العودة. وهذا بصراحة السنة هذه كان من التميز من الأمور المتميزة. كذلك تدبير نظام المطعمة، وهذا اللي كان خلق نقاش كبير جدا، ولكن كمتسبع لا إداري ولا جمعوي أقول بأنه نظام المطعمة هو من الميزات من الأشياء اللي جابها البرنامج الوطني للتخييم 2018، من خلال أولا تدبير جيد لمرفق مهم عنده قيمته على مستوى تنفيذ البرنامج القار وتدبير الحياة اليومية داخل المخيم، من خلال أول حاجة هو توحيد الوجبات الحرص على تكون الجودة وفق واحد دفتر التحملات اللي تم الإعداد ديالو مع المصالح التربية والمصالح المختصة في نظام التربية. هذا النظام هذا اللي أعطى أول حاجة صورة إيجابية على مستوى الفضاءات ديالنا، ثم كذلك من كل الجمعيات أنها باش تستمر الجهد ديالها والعمل ديالها اليومي في إطار المهام اللي هي مخصصة بها اللي هي التنشيط وتأطير الطفولة. تعرفوا بأن الآن في هذه السنة كل قطاع ولا كل طرف متكلف بالدور ديالو. الوزارة مكلفة بالبنية التحتية، بالتجهيزات، بالتأطير المركزي، بالتنسيق مع الأجهزة ديال الدولة من خلال القطاعات العمومية والقطاعات المتدخلة، ثم كذلك الجمعيات تكلف بتسجيل الأطفال والمرافقة ديالهم والتنشيط ديالهم، وهذا هنا كيكون تحديد الأدوار والتكامل ديالها من أجل قضاء واحد الصيف ممتع مفيد للطفولة على مستوى التطهير والتكوين والترفيه.
الأرقام الحالية إن شاء الله اللي كاينة على مستوى هذه السنة من خلال أنشطة المخيمات القارة والمخيمات الحضرية وإن شاء الله الشباب، الوزارة بمعية الجامعة تراهن على استفادة 150 ألف طفل من هذا الصيف، على أساس أنه الأنشطة الأخرى من التكوين ونهاية الأسبوع غادي إن شاء الله نوصلوا تحققوا الرقم ديال 250 ألف هذه السنة الحالية بشكل مفيد للجسم الجمعوي المهتم بهذا الشريحة أو بهذا النشاط التخييم. الشعار كان شعارا متميزا اللي هو المخيم فضاء للترفيه على المواطنة والسلوك المدني، باعتبار أنه المؤسسة للتخييم هو جزء لا يتجزأ من التنشئة الاجتماعي، ومؤسسة لها الدور ديالها في تكوين المواطن المغربي والتربية على المواطن. وهذا الإطار هذا الجمعيات انخرطت من خلال المشاريع ديالها البيداغوجية من أجل تنفيذ وتنزيل هذا الشعار. ثم الميزة كذلك لهذا الموسم هو إحداث فعالية ديال التطلع، ويمكن الصديق ديالي الأستاذ حكيم قيقي رئيس مصلحة التكوين غادي يشرح أكثر أن هذه الآلية اللي أعطت واحد القيمة على مستوى حماية والوقاية من العنف تجاه اللي كان يعني يمارس بشكل ما إما لفظي أو كذا، لأنه تحصيل العملية التربوية تحتاج إلى تدخل الهيئات من قبيل المجلس الوطني لحقوق ف يعني نحن الآن على مشارف نهاية الموسم المرحلة الخامسة، الأجواء العامة كلها الحمد لله متميزة، ما كاينش حوادث الحمد لله كبيرة جدا، الشيء بسيط جدا لأنه كما كيوقع كأنه تدبير حياة يومية، 70 يوم من الاشتغال هي مناسبة. أولا نحيي فريق العمل على المستوى المركزي بقيادة السيد وزير الشباب والرياضة والسيد الكاتبة العامة لوزارة الشباب والرياضة والسيد مدير الشباب والطفولة والشؤون المنسوية، وكذلك المصالح التقنية من القسم والأطر الإدارية. كذلك لا ننسى الدور ديال السادة المدراء الجهويين والمدراء الإقليميين، ثم كذلك الرئاسة ديال السادة رؤساء المخيمات ورؤساء القيادات والأطر الإدارية من رئيس ومتسبع المطعمة والتسبع التربوي وكذلك كل واحد من الموقعين. وكذلك لا ننسى الدور الإيجابي للفعاليات الجمعوية للمجتمع المدني الذي بدونه لا يمكن أن الحديث عن برنامج اسمه البرنامج الوطني للتخييم في حلة الحالية أو أي احتفال ب 100 سنة من الحضور. ونتمنى إن شاء الله وكنشكر وسائل الإعلام المواكبة والمصاحبة لهذا البرنامج، لأن هي اللي كتوصل الدور ديال هذه المؤسسة إلى البيوت وإلى الأسر، لأنه إلا ما كانش واحد جسر ديال التواصل واحد جسر اللي كاين كل الحدث ولا الخبر بدقة ومصداقية باش نثبتوا الثقة، ما يمكنش نهضروا على الديمقراطية وما يمكنش نقولوا بأن هذه المؤسسة غتكون عندها إن شاء الله القوة ديالها ولا المتفاعلين معها في المستقبل إلا بوسائل إعلام حقيقية ومصداقية الخبر. شكرا لكم، سعيد أنني نكون في منطقة كرمان كمخيم متميز من ناحية البنية ومن ناحية الخدمات والموقع الإيكولوجي. ربما إن البنية التحتية ديال الإثمان عرفت تغييرات كبيرة جدا، وهذه هنا إشادة لفريق العمل وسيد المدير الإقليمي على المصاحبة ديالو، وكذلك الفهم ديال الدور ديال المؤسسة، لأنه دائما البنية التحتية خصها تلائم المهمة والأدوار ديال المؤسسة، وهذا كان لمسوه الفضاء ديال إيركمان. وأكيد بأن التوسعة إن شاء الله غتكون حمولة إضافية، تجهيزات إضافية بما يفيد المصلحة الفضلى للتحكيم. شكرا. مزيان علان. روح المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالناظور. في الحقيقة حنا كنتواجدوا في المخيم بمركز تخييم أركمان، كنتواجدوا كذلك على مشارف نهاية المرحلة الخامسة والمرحلة الأخيرة من هذا البرنامج الوطني للتخييم اللي كتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، اللي شاركت فيه الجامعة الوطنية للتخييم وفعالية المجتمع المدني. هذا برنامج مهم مر من خمسة المراحل، والحمد لله كانت مراحل ناجحة بجميع المعايير اللي استفدوا منها واحد العدد ديال الأطفال من مختلف مناطق المغرب. كانت هناك فضاءات خاصة بكل من فرخانة وقرية كمان المركز اللي حاولنا ما امكن في هذه العمليه وفي هذا التدبير ديال هذا البرنامج نشتغلوا على الجوده في الخدمات اللي تقدمها للاطفال، لا بالنسبه للتغذيه ولا بالنسبه للبلاتفورم ديال الانشطه من خلال الورشات من خلال البرامج المشروع البيداغوجي اللي حاولنا ما امكن ان نلامسه في هذه المراكز الثلاث اللي تفتحت هذا العام. عندنا برنامج
مشروع برنامج ديال التوسعه ديال هذا المخيم ان شاء الله له من خلاله غادي نوصلوا ل 600 مستفيد في كل مرحله على مستوى المركز ديال الكمان. بهذه المناسبه كنشكر جميع وسائل الاعلام اللي واكبت معنا هذا الحدث واللي عطاتنا فرصه باش نديروا عمليات ديال التسويق لهذا المنتوج. هنا في الحقيقه هذا برنامج مهم. بهذه المناسبه كذلك كنشكر جميع الجمعيات اللي استفدت من هذه المرحله وساهمت معنا في انجاح جميع المراحل التخييميه. كنشكر رئاسه المخيم اللي سهرت لمده شهرين على اعداد وتنظيم وانجاح هذه العمليه. كنشكر جميع الطاقم ديال المديريه الاقليميه لوزاره الشباب والرياضه اللي سهروا كذلك كل واحد من الموقع ديالو على انجاح هذه العمليه. وكنتمنى انه مستقبلا غادي تكون فضاءات اخرى بالمدينه اللي كتستجيب للمعايير ديال الجوده فيما يخص هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. رقيقي عبد الحكيم، رئيس مصلحة الأنشطة التقليدية لوزارة الشباب والرياضة. بادئا ببدء ضروري أن أتكلم على مؤسسة ديال التخييم. مؤسسة ديال التخييم هي مؤسسة تربوية تؤدي رسالة تربوية حقيقية، وذلك بفضل مجموعة من الأطر التي تتلقى مجموعة من التكوينات في مجال التربية ومجال ديال التنشيط السوسيو تربوي في هذا الإطار. الايمان ديالنا القوي ديال الوزاره بشكل عام ان مستقبل كل امه رهين بطفولتها، ما يمكنش اننا نقدروا نزيدوا الى الامام بدون اهتمام بمجال الطفوله وكذلك بالجانب التربوي بشكل كبير. هذه السنه ان شاء الله كتعزم وزاره الشباب والرياضه على فتح واحد الورش اللي هو كبير، ورش في مجال منظومة ديال التكوين أو مضامين التربوية التي تلقى من مجموعة ديال الأطر اللي هي كتسهر على تطوير هذه الطفولة المغربية وتلقينها مجموعة ديال المبادئ التربوية الإيجابية التي في حاجة إليها الأسرة المغربية بصفة عامة. لذلك سيكون لنا موعد هذه السنة في إصلاح وتحيين منظومة ديال التكوين بشكل عام بمعية الشريك استراتيجي وهي الجامعة الوطنية للتخييم والجامعة الوطنية للتخييم وكذلك مجموعة من المؤسسات المهتمة بمجال التكوين السوسيو تربوي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. موافق محمد رئيس مخيم أركمان. بداية تنشكر وسائل الإعلام للمتابعة ديال هذا الموسم بشكل عام وخصوصا المخيم قرية أركمان. قرية أركمان اللي حقيقة احتضن هذا البرنامج الوطني وصل الجميع مجموعة ديال الفعاليات ديال الجمعيات سواء جهوية أو محلية أو وطنية واللي كانت تركز في المشاريع البيداغوجية ديالها على التربية على المواطنة وحقوق بشكل خاص هذا الموسم هذا. وضمن هذا الإطار هذا عرفت فعالية المرحلة الخامسة بمشاركة محترف جدا اللي عندهم واحد الغيرة كبيرة على الأطفال واليافعين المشاركة ديالهم. بهذه المناسبة تنشكرهم وتتمنوا لهم التوفيق في المسار ديالهم خدمة للطفولة والشباب. وشكرا. حماس مدير مخيم أركمان المرحلة الخامسة لمحترف شعلة للنشاط التربوي الثقافي. أنا سعيد بالتواجد ديالكم معنا في هذا المخيم التربوي الصيفي اللي كيجي في إطار البرنامج الوطني عطلة للجميع بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم وبطبيعة الحال مع الجمعيات الشريكة اللي كتشتغل في هذا المجال. فهذا المخيم هذا خاص باليافعين في المرحلة الخامسة ديالو، وهذا المخيم يؤطره برنامج تربوي ثقافي ورشات أندية إبداعات كذلك سباحة وترفيه إلى غير ذلك. فبرنامج متنوع وشامل انتقيناه من الاحتياجات نتاع الشباب ديالنا اللي جايين يخيموا معنا، وكاين معنا كيتواجدوا سبعة ديال الفروع اللي كيتواجدوا معنا في المخيم ديال محترف الشعلة. كاين تلسينت، كاين الدبدول، عيون، توريخ، مشتا، ملقى الويدان والخميس. إذن هادو فروع كلها تنتمي للمحترف وجات بأعداد يعني بمقاربة النوع
يعني كنحاولوا اننا نبنيو واحد الجمعيه اللي تكون كتعدي الدور ديالها في المجتمع وتقوم بالخدمات التربويه والثقافيه ديالها. وكنعتمدوا في هذا المشروع ديالنا على هاد الشباب وعلى هاد اليافعين، لان خاصهم تكوين، خاصهم يجربوا هذه المساله ديال المخيم، يتواصلوا ما بيناتهم. وقبل ما نختم هذه الكلمه لابد من شكر وسائل الاعلام على التواصل ديالهم وعلى انهم يعني هما الجسر ديال التواصل مع المجتمع ديالنا. وكذلك نشكر الناس ديال وزاره الشباب والرياضه على المجهودات المبذوله في هذا لانجاح هذا البرنامج هذا، وكذلك رئيس المركز اللي كيسهر على الراحه ديال المصطفين والمخيمين وجميع الاطر اللي كتشتغل في هذا الميدان. وتحيه خاصه من محترف شعلة للنشاط التربوي والثقافي جهه الشرق.